السلام عليكم ورحمة الله أخواني مشاهدي ومتابعي قناة أبو يوسف تكنو. اليوم احنا جيناكم إن شاء الله بشرح عن كيفية ضبط أفضل إعدادات الصورة لجهاز بلاي ستيشن 4 بشكل عام، وخاصة جهاز بلاي ستيشن 4 برو. طبعا كثيرين يعني أنه ماخذ جهاز بلاي ستيشن 4 من أجل أنه خاصة البرو من أجل الـ 4K أو من أجل الـ HDR أو من أجل أنه يتمتع بأداء أقوى من جهاز بلاي ستيشن 4 سليم أو الفات العادي. لكن حتى جهاز بلاي ستيشن 4 سليم ببعض الإعدادات اللي يجب أنه الشخص أنه يعدلها أو يفعلها من أجل الحصول على أفضل أداء لجهاز بلاي ستيشن وبنفس الوقت أفضل صورة. لذلك احنا هسه راح نشوفكم بعض الخطوات اللي لازم أنه نتبعها ونفعلها من أجل الحصول على أفضل أداء للبلاي ستيشن 4 بشكل عام، خاصة البلاي ستيشن 4 برو. لازم أنوه لكم أنه بعض مثل ما نقول إحنا الخصائص ما راح تكون مفعلة أو متواجدة على جهاز البلاي ستيشن 4 السليم أو الفات القديم، لأنه فقط خصيصا موجودة لجهاز البلاي ستيشن 4 برو. لكن بشكل عام هو كشرح أنه ينفع وممكن أنه الشخص يمشي على إعداداته في حال أنه كان جهازه يدعم هذا الإعداد. مباشرة على الإعدادات نختار الصوت والشاشة، إعدادات إخراج الفيديو. من ناحية الدقة كثير من الشاشات إنه أوكي تخليها على دقة تلقائية حيختار لك هو أعلى دقة موجودة، لكن بعض الأحيان بعض الشاشات ما ممكن يعني مثل ما نقول إحنا نظامها ما ممكن إنه يختار لك أعلى دقة وأفضل دقة. لذلك إنه إذا كان شاشتك فول HD أو جهازك بلاي ستيشن 4 سليم أو الفات، نصحك إنه تخليه على 1080p 1080 يعني فول HD. إذا كان شاشتك 4K وأنت مفعل أصلاً ال 4K بالشاشة، طبعاً بعض الشاشات إن شاء الله راح نشرح لكم عنها خاصة سامسونج والإل جي، بعض الأحيان حتى ال HDR يطلب منك تفعيل يسمونه 4K Enhancement أو نظام 4K المحسن، أو حتى أنه نظام الصورة المحسن بعض LG ينكتب بهالوصف حتى نتفعل عندك الفول HD. الآن أنا خالها كتلقائي أنه الشاشة أوتوماتيكيا قارئة وضع 4K. هنا نشوف معلومات إخراج الفيديو راح يظهر أنه 4K أوكي ماكو مشكلة. ال HDR صراحة أنا ما فعله بالشاشة، لانه طبعا بالنسبه للنطاق الار جي بي ونطاق الالوان اغلب الشاشات خلي انه تلقائي محتاج انه تغيره، لكن لازم يكون انه مفعل يعني حتى وتلقائي حتى انه يعطيك كامل نطاق الالوان او نطاق الار جي بي اللي هي ريد جرين بلو بشكل صحيح. ال HDR شيء جدا مهم ايضا انه لازم تفعله حسب طبعا اذا كان الشاشه طبعا لازم تكون HDR. لازم نعرف انه شغله مهمه انه اذا كانت الشاشه تدعم ال HDR فحيطلع عندك بشكل فعال وطبيعي ماكو مشكله. اخراج اللون العميق او الديب كلر هو نفسه ال HDR، بس انا حاليا شغله تلقائي وشغال عندي ماكو اي مشكله طبيعي. لكن اذا كان شاشتك ما تدعم ال HDR يعني ما راح يشتغل عندك لا هذا مثل ما يقول، راح يظهر عندك تلقائي حيطلع عندك ايقاف، وكذلك انه ايضا ال HDR حيطلع عندك ايقاف اثنيناتهم يعني ما بيها مجال. وضع التنعيم، وضع التنعيم هذا خاص للجهاز بلاي ستيشن 4 برو في حال انه كان جهازك بلاي ستيشن 4 برو انت مشغله على شاشه مو 4K يعني شاشه فول HD. وضع تحسين جوده الصوره هذا شو حيسوي؟ انه ممكن يحسن لك الصوره يعني يسوي لك اب سكيل مثل ما نقول احنا، او يزيد لك دقه التسييم والصوره ويحسن لك سرعه اللعب والفريم ريت احنا نسميها سرعه الاطارات للشاشات المو 4K الفول HD، وبالتالي راح تحس ايضا بفرق شاسع جدا بين الجهاز البلاي ستيشن 4 سليم او العادي او البرو حتى لو كان على شاشه فول HD، يعني حتحس فرق كلش كبير. نعم جزء الصوره ما تصل عندك 4K، لكن حتحس الفرق ايضا بالدقه والسرعه كثير. لذلك انه هاي الاعدادات نحن انه اللي قلنا هي افضل اعدادات موجوده للصوره. طبعا اغلب الشاشات واغلب الاجهزه انه من اول ما تشتغل حتكون اغلبها ايقاف ايقاف ايقاف، واغلب الدقه لشاشات البلاي ستيشن 4 تجي على 1080i، و1080i ممكن انه يعني تسبب بعض التاخر بالصوره او احنا نسميها تاخر بالمزامنه للصوره. وبعد ما تكمل الاجراءات ممكن انه تتاكد معلومات اخراج الفيديو، راح تكون لازم عندك الدقه هناك اشاره اخراج الفيديو الحاليه، الدقه مال الجهاز، تنسيق الالوان والHDR. بالنسبه للبلاي ستيشن 4 برو
لازم حتى انه يفعل عندك الاتش دي ار بشكل طبيعي ويشتغل لازم عندك يكون 2160 بي ار جي بي يكون عندك فعال، لازم يظهر عندك هذا الشيء. وبالتالي هذا حتى يظهر عندك ويتفعل بشكل طبيعي لازم انه تتاكد من الشاشه يكون انه تنفعل بها مثل ما نقول احنا عليه ال 4K محسن او ال HDMI محسن في بعض الشاشات. وان شاء الله راح انزل فيديو الشاشات ال LG وشاشات السامسونج قريبا شرح كامل بيه ومفصل عنها، راح بي ايضا يساعد الاخوه اللي عندهم هاي الشاشات بحل المشكله اذا كان مثلا ال HDR غير فعال او كان ال 4K ما يشتغل عندكم بشكل صحيح. واني اشكركم على حسن المتابعه والاستماع، واي مشكله عندكم واي استفسار ايضا ممكن تكتبون بالتعليق. وانا اشكركم مره ثانيه، اخوكم ابو يوسف.